من كام يوم حضراتكم كان في دراسة حديثة منشورة في مجلة لانست العلمية بتتكلم عن ارتفاع عدد المصابين بفقر الدم في العالم بشكل غير مسبوق. بتقول لنا الدراسة ان ربع سكان العالم عندهم فقر دم وأنيميا. الإصابات بتنتشر ما بين السيدات أكثر من الرجال، وكمان الأطفال اللي مناعتهم بتبقى ضعيفة جدا، وتحديدا اللي أقل من 5 سنين. خلينا نعرف أسباب أكتر عن ارتفاع أعداد المصابين بفقر الدم من الدكتورة أمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية طب القصر العيني. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بك. صباح الخير على حضرتك والسادة المستمعين. سلامات يا دكتورة، ألف سلامة. خلينا نبتدي على طول ونتكلم عن أسباب الإصابة بفقر الدم. هل ليها أي نوع من أنواع الارتباط بالفقر أصلا في حد ذاته، ولا قد يكون شخص ميسور الحال وفي نفس الوقت عنده فقر دم؟ ممكن طبعا فقر الدم ده من الحاجات المنتشرة جدا بين الأطفال والكبار. ممكن يكون الإنسان فقير زي ما حضرتك قلتي، ما عندوش كمية الفلوس اللي ممكن يجيب بيها الأطعمة اللي ممكن تسد حاجة الجسم من عنصر الحديد. أكتر حاجة انتشارا للأنيميا هو نقص عنصر الحديد. العنصر الحديد ده شيء مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء. ممكن النقص ده يجي نتيجة لأن الإنسان ما بياخدش كمية كافية خصوصا الأطفال من الحديد اللي هو مطلوب لعمل الكمية المناسبة من كرات الدم الحمراء اللي بتخلي الإنسان يقدر يشتغل ويفكر ويعمل مجهود من غير ما يحس بأي نقص في مجهوده في عمل هذا المجهود. نقص الحديد من أكبر الأسباب في نقص في عمل الهيموجلوبين وعمل الأنيميا اللي بتصيب الإنسان، وزي ما قلت الكبار والصغيرين. مش بس الأنيميا وعدم أخذ الحديد، إنما في أسباب أخرى كثيرة ممكن تسبب الأنيميا وتسبب نقص الحديد وتسبب الإجهاد الذي يصاحب الأنيميا. زي مثلا في حالات الأطفال كتير قوي ما بياخدوش الأكل المناسب اللي فيه كمية الحديد. يعني هي مرتبطة يا فندم بالتغذية، بس عايز أسأل حضرتك، يعني من نتائج الدراسة إنه فقر الدم أو الأنيميا بينتشر أكتر ما بين السيدات عن الرجال. مظبوط. مدى يعني صحة العلمية لهذه النتيجة؟ دي صحة علمية. ليه؟ لأن الستات كلهم بيجي لهم الدورة الشهرية. الدورة الشهرية ده بتفقد فيهم المرأة كمية كبيرة من الدم، فلما كانت المرأة هذه المرأة ما بتاخدش الغذاء المناسب وكمية الحديد وكمية البروتينات المناسبة اللي هي بتقوم بعمل الهيموجلوبين أو كرات الدم الحمراء في جسمها، فممكن تصاب بأنيميا نقص الحديد. ودي فعلا كتير قوي في قلب الستات، كتير قوي كمان في قلب الأطفال. في الأطفال كتير قوي بيبقى عندهم نقص في الهيموجلوبين نتيجة إن الطفل ما بياخدش كمية كافية من الحديد. ودي ليها علامات، تلاقي الطفل لونه شاحب، تلاقي الطفل ما بيكبرش كويس، تلاقي الطفل مجهوده كمان في استيعاب الدراسة مش كويس. وكمان في ظاهرة منتشرة جدا، أحيانا الأم بتلاحظ إن الطفل بيحب ياكل من الحيطة، نزل من الحيطة وقفش كده من الحيطة وياكل، أو ياكل من الطين. ودي ظاهرة بنشوفها في الأطفال اللي عندهم نقص في عنصر الحديد وعندهم أنيميا. في أسباب أخرى كثيرة ممكن تعمل لي أنيميا. طب دكتورة، أنا عايزة أسألك سؤال، وحضرتك تقول لنا بقية الأسباب. إذا حضرتك بتقولي إنه قد يكون الدورة الشهرية هي واحد من الأسباب اللي بتؤدي لفقر الدم عند السيدات، طيب السيدات الحوامل بنلاقي كثير منهم عندهم فعلا أو في ارتفاع في نسبة الإصابة بفقر الدم في السيدات الحوامل برغم إنه مفيش أي فقد للدماء؟ مظبوط. ليه؟ لأن ممكن أو الستات الحوامل ما بياخدوش كمية كافية من الحديد اللي ممكن جسمهم محتاجهم واللي الجنين كمان محتاجهم، فبيبقى عندهم ناحيتين، هو جسم المرأة نفسها والجنين اللي بتكون، ف
فممكن الاثنين دول يبقوا سبب في نقص الحديد عند المرأة اللي هي حامل. يبقى عندنا الدورة وعندنا الحمل وعندنا سوء التغذية. سوء التغذية من الحاجات المهمة جدا خصوصا في البلاد الفقيرة. فيبقى سوء التغذية يبقى الأم أو الإنسان ما بياخدش العناصر الهامة لتكوين الدم في جسمه زي الحديد زي البروتينات. أو في حاجة تانية مهمة جدا الأمراض التي تصيب الكلى، لأن الكلى من الأعضاء الهامة جدا اللي بتطلع هرمون بينظم الأنيميا في قلب جسم الإنسان. فلو إنسان عنده مرض مزمن في الكلى ممكن أول حاجة نلاحظها إنه بقى لونه شاحب وإن عنده أنيميا. طيب يبقى ناخد بالنا اول ما بنلاقي نوع من انواع الشحوب نحاول نبادر باجراء التحليلات المناسبه سواء لامراض الدم والاطمئنان كمان على الكلى. كل الشكر ليكي الدكتوره امال البشلاوي استاذ امراض الدم بطب القصر العيني، شكرا جزيلا لحضرتك.